مساء الخير أعزائي المستمعين، مساء الخير دبي، مساء الخير لكل مستمعينا بدولة الإمارات، مساء الخير لكل يلي طالعين من شغلهم راجعين على بيوتهم وعلقانين بزحمة السير. مثل ما تعودتوا علينا وتعودنا عليكم كل اثنين وأربعة، أنا مهند الودية وراح أكون معكم بالنسخة الإذاعية من برنامج معمار على أثير إذاعة دبي 93.0 لنحكي عن كل يلي بهمكم بعالم العقارات. وبالحلقة الماضية حكينا عن موضوع الإكسبو 2020، ما قبله وما بعده وتأثيره على قطاع العقارات. أما بحلقة اليوم رح نناقش موضوع مهم وهو موضوع أمناء التسجيل العقاري. أعزائي المستمعين، بعتبر الكثير ممن يريدون شراء عقار في أي بلد أن موضوع تسجيل العقود والملكية موضوع شائك وبيحتاج إلى وقت طويل والكثير من المال. ومن هنا جاء قرار دائرة الأراضي والأملاك بدبي بإعطاء تراخيص إلى بعض المكاتب الموثوقة واللي بتطابق الشروط والمواصفات المطلوبة لإتمام تسجيل العقود العقارية وسندات التمليك ومساعدة العملاء في هاي الخطوة. وبهاي الخطوة العالمية الجميلة وفرت الكثير على المشترين والبائعين. ومن بين هاي المكاتب كانت الصدارة إلى مكتب تمليك أمين التسجيل العقاري. ولنغطي هذا الموضوع بطريقة مبسطة وموضوعية، استضفت اليوم رجل يجيد تذليل الصعاب ويبدع في إيجاد الحلول من طفولته، وهو معروف بشخصيته القيادية ونظرته الثاقبة، وكان ولا يزال شغوف في عالم العقارات ما من أنهى دراسته الجامعية حتى تسلم من والده إدارة مجموعة سجايا جروب المعروفة باسم سجايا العقارية وإدارة العقارات وأنظمة السلامة والحرائق. فأدخل التكنولوجيا إلى مفاصل الشركة، مما جعل المجموعة تغطي احتياجات السوق المحلية والخليجية. وبنهاية عام 2013 قام ضيفي بإنشاء شركته الخاصة تحت اسم تمليك أمين التسجيل العقاري، وهي من أوائل شركات أمناء التسجيل المرخصة من قبل دائرة الأراضي وأملاك بدبي. فكانت لها الريادة في هذا المجال، وبأقل من 3 أعوام استطاعت الشركة الحصول على شهادة ايزو 9001 و14001 بنسختها الحديثة 2015، وكمان حصلوا على جائزة أفضل ضيافة وأفضل مركز أمين تسجيل بالعيد الوطني 43. ضيفي ما بيعرف حدود للطموح في التميز، من ضياف وصياد ماهر، وبيعرف من أين تؤكل الكتف. ضيفي اللي بتشرف بحواره ولقائه اليوم هو الأستاذ بطي سالم علي سلطان السبوسي، رئيس مكتب تمليك أمين التسجيل العقاري. شكرا على هالإضافة وشكرا على هالمقدمة اللي أعطيتنا إياها. ما وافيتك حقك الصراحة، أنت بتستاهل كل خير. بالعكس والله، وأنت يعني برامجك ظاهرة وواضحة ولها أثر إيجابي على العقار، والناس كلها تتكلم عن برنامج معمار. طبعا كان عندك برنامج معمار اللي هو على التلفزيون دبي، مازال مستمر هلا بالموسم الثالث. صورنا ظني اتوقع وياك، صورنا مرتين عندكم في مكاتب التمليك حق عمليات تسجيل لبعض المشهورين بعد. صحيح، مشاهير جبنا عندكم مشاهير بحلقتين مميزين كثير. وانا حبيت يعني اخترنا مكتبكم صدقا اخبطي، لانه ما شاء الله عليكم يعني عندكم مميزات رائعه، واحلى شيء عندكم هو حسن الضيافه والمهنيه اللي عندك، ما شاء الله انت طيب عملك. الله يطول عمرك. هذا اسلوب دبي في العمل، يعني هذا معودوا لنا قيادتنا على موضوع التميز وعلى موضوع الارتقاء بالخدمة. صحيح، يعني اسلوب الخدمة. ونفس ما يعني موضوع سعادة العميل ومن هذا القبيل. مظبوط، يعني دبي مدينة السعادة، وانت عم تحطم السعادة هي عن طريق تقديم خدمة. هذا اتوقع رأيه. انك انت في اي مكان بتروح في اي مركز خدمة اتوقع بتلقى هذا الموضوع، انه يعني عندهم معايير معينة عندهم. وانتم ما شاء الله عليكم بتمليك عم تقدموا يعني مثل مستوى جديد من الخدمة الراقية والمهنية. الله يعطيكم الف عافية. الله يعافيك.